عندنا سؤال لشيخنا الفاضل أبو كليبة على أوضاع ليبيا وعلى الصادق الغرياني وعلى رجال الدين في ليبيا. وكليبة نعيطو ليه راسي صليب وكليبة راسي عيطو لك صوت واضح؟ الصوت واضح؟ واضح 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 إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله احنا كثيرا طيبا مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد أحبتي في الله، كنت في جلسة ذكر مع شبابي، شباب من شباب هذه الأمة، فسألني شخص فاضل تقي نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، قال هناك الآن برامج على الإنترنت، على الإنترنت الآن تشيع الفاحشة بين أمة لا إله إلا الله. والله يا إخوة جئت مهرولا فدخلت على البرنامج هذا اسمه كلاب هاوس، كلاب هاوس، فقلت ماذا يفعل الكلاب في هذا البرنامج، فدخلت فوجدتهم فعلا كلاب، كلاب حدثنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل على قصعتها، فقصعة اليوم هي بيضة هذه الأمة، هذه القصعة الآن التي تداعى عليها الأكلة، قصعة ليبيا وقصعة اليمن وقصعة أفغانستان وقصعة كردستان وقصعة العراق والشام وقصعة اليابان وأستراليا وما جورها. فهناك مسلمون الآن يعذبون، ونساء المسلمين الآن يستحيون، والصبيان يقتلون، وآخرون الآن في هذه البرامج يغرر بهم ويسمعون الشبهات ويتلقفونها ضعاف القلوب. في هذا البرنامج الآن على الكلاب هاوس تدخل الآن تسمع كلاما ينداله الجبين ويتزعزع له عرش الرحمن المنان، كلام والله لو سمعه جبل لخر ساجدا لله عز وجل وقال لتقم الساعة، كلام يحزن القلب إن كان في القلب إسلام وإيمان. يتكلمون عن دولة ليبيا الإسلامية التي خرج منها مجاهد حارب الطليان وحارب الإسبان وحارب بلجيكا وهولندا والألمان، يقولون أنها الآن دولة مدنية حديثة، والحداثة عندهم هي العري، يريدون لشباب الأمة من الليبيات الطاهرات العري في الشوارع والمحلات والإنترنت، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العفو والعافية، ولو تركوا المجاهد القذافي على أميرا على هذه البلاد لكان أفضل، لم يجاهر بكفره وخرج عليه الخوارج، وهم الآن يطبلون لأمريكا وروسيا ويطبلون لمن يريدون استئصال هذه الأمة من الوجود. شباب ضائع، شباب ضائع يلهث الآن وراء جيم، وراء لايك، يلهث وراء حب ضائع في الإنترنت. هذه الأخت مريم، أنا أعرفها هذه الأخت مريم، والله تحولت بين عشية وضحاها من قارئة للقرآن معلمة للحديث إلى فاتنة تفتن الشباب على برامج على الإنترنت. وهذا إبليس، إبليس الأمازيغي يريد أن يحول الأمة إلى عصبية قبلية يدمرها من الداخل. ومعنا هذا الشيخ الغليمي الذي كان هو كذلك على رأس فرقة ضالة تدعي الإسلام وتدعي الإيمان وتبطن الكفر، ومصطفى الحسناوي الكلام عليه كثير وفتنه كثيرة وشبهه أكثر. نسأل الله عز وجل أن يقيم لهذه الأمة مجاهدا ليبيا أو يمنيا أو من خراسان أو إيران أو تركمانستان، يعيد لهذه الأمة بريقها ولمعانها
ونسأل الله عز وجل بكل أسماء الحسنى وصفاته العلى أن يدمر الكلاب هاوس، أن يدمر هذه البرامج التي تعيث فسادا في جسد هذه الأمة الضائعة.